السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في واحد الفيديو جديد اللي غادي يعجبكم بزاف. اليوم غادي نشوفوا واحد الوصفه اللي الكابوتشينو او رغوه الكابوتشينو بواحد الكميه وفيره، واللذه ديالها ما غاديش تقاوميها، غادي تجيك احسن ملي كنعملو في الماكينه. صراحه انا عندي الماكينه ديالها، لكن هاد الوصفه فاش جربتها اعتمدتها وما بقيتش نستغنى عندها، جات لي احسن بكثير. ما غاديش نطول عليكم، نبداو بسم الله. عندي هنا نصف كاس ديال نسكافي ولا اي، مهم اي قهوه سريعه الذوبان. وعندي هنايا نصف كاس ديال السكر، السكر العادي، نصف كاس ديال العنبه. الا ما كانش عندكم هذا الكاس ممكن لكم تعبروا باي كاس كان عندكم، مهم روحوا كامل بنفس العبار. ثالث حاجه هي الماء، الماء اللي عندنا الماء ديال الروبيني اللي ما هو سخون ولا بارد من الثلاجه، ماء عادي، غير ماء عادي، ما غاديش نديروه سخون ولا بارد. فيها ثلاثه ديال المكونات هذه الوصفه. وغادي ندوزوا للمرحله الثانيه ديال الخدمه ديالها. غادي نجيبوا واحد الاناء بحال هذا او اي اناء كان عندكم تعملوا فيه الحلوه، وغادي نجيبوا واحد الطراب بحال هكذا اللي يكون كهربائي ما يكونش يدوي، الا عملناها باليدوي ما غاديش تصدق لينا. تبعوا المعلومات كيف ما هي. غادي نوضعوا الماء، غادي نوضعوا القهوه. الا ما كانتش عندكم نسكافي ممكن لكم تعملوا اي نوع ديال القهوه، المهم غير يكون سريعه الذوبان، ما تكونش القهوه اللي كنعملوها في اللي كنغليوها. وضعنا السكر، انا عندي هذا الاناء خاص بالتراب باش ما ترش ليا الدعوه. الا ما كانش عندكم عملوا اي اناء كان عندكم. غادي نبدا نخلط هكذا، غادي تستغرق لينا المده ديال الجميع كامل، غادي تكون واحد الربعه ديال الدقائق ماشي اكثر، ربعة خمسة ديال الدقائق او اقل. غادي نبدا نخلط هكا بالتراب، نضرب مزيان. انا ما كنزربش ليكم غير باش تديو المعلومه كيف ما هي، وبالنسبه للمبتدئه كيف ما قلت لكم راها ناجحه 100%، غادي تصدق ليها بالنهار الاول، وفي نفس الوقت غادي كلشي يحبها هاد الوصفه وما غاديش تستغناو عليها. يعني ما غاديش يكون الا ما كانش الماكينه ما غاديش نذوقوا الكابوتشينو ولا شي حاجه، راه هادي كتخرج ألد منها. كيف ما شفتوا هنا بدات كتطلع غير واحد الشويه، هنا ما نتوقفوش عند هاد اللحظه هادي، مازال غادي نزيدو نطربوها. فاش غادي توصل لينا بحال هكذا صاي غادي تكون كتطلع بالزربه. في الاول غيدي لينا واحد جوج دقائق، لكن في الاخير غادي كتكون طلع بالزربه كيف ما كتشوفوا. ما كنسرع ما حتى شي حاجه، راه كلشي درتو معاكم غير بلاتي باش تديو الوصفه كيف ما هي وتزعموا التجربه ديالها. وبالنسبه للمره الثانيه غادي تكون بحال هكذا واحد نصف دقيقه ولا صاي. من هنا الفوق غادي تشوفوها طالعه بواحد السرعه كبيره بحال الا كنطلعوا لا شونتي، ما عندهاش الفرق بينها وبين لا شونتي، غادي تكون في القوام ديالها. هاد الوصفه هادي ممكن الا عملنا واحد الكلاص فاني في الدار، يعني في المنزل ديالنا، ممكن نعملوا هاد الوصفه هادي ونخلطوها معاه غير بواحد الشكل رخامي، يعني ما غاديش نخلطوها تماما، خاص تبقى القهوه باينه والفاني في بلاصتو وهي في بلاصتها غير على شكل رخامه، ونعملوها في واحد الاناء ونعملوها في المجمد. غادي ناكلوا واحد لاكلاص ما كانش الجمال ديالو في الذوق، غادي يكون رائع، يكون زوين بزاف خصوصا اللي يحبوا القهوه بزاف. كيف ما كتلاحظوا معايا ها هي طلعات، وبحال الا كنطلعوا في لاشونتي. وصفه ناجحه، غير ما تردوش جربوها خصوصا اللي يحب القهوه، غادي يولي معتمد عليها. بالنسبه للعاملات ولا العاملين ممكن لهم يعملوها، كتقعد سيمانه في المبرد يعني ماشي في المجمد، ممكن لكم تعملوها وتحطوها في شي اناء كيتقفل باحكام مزيان باش ما يدخلوش الهواء، وكل ما كتدخل من الخدمه ديالها ولا كيدخل من الخدمه ديالو يعملها كيف ما غادي انا نعملها في اخر الفيديو. غادي تشوفوا معايا حصلت عليها على هذا القوام هذا،
هنا ممكن لكم توقفوا صاي، ولا ممكن لكم تزيدوا واحد نصف دقيقه ولا اقل. المهم صاي هنا ممكن لكم توقفوا في هذه اللحظه هذه حتى تحصلوا على هذا المنقار ديال العصفور. انا زدت ليها غير واحد نصف دقيقه كيف ما شفتوا. صاي غادي نحيد هذا التراب هذا، وغادي نجيب شي اناء بحال هذا يكون كيتقفل بواحد بإحكام مزيان، يعني غادي يكون فيه واحد السيليكون بداك الدوره ديال القفل ديالو، ولا شي بواط عندكم كتقفل مزيان، المهم ما تكونش كتدخل الهواء. وغادي نبدي نعمل فيها هاد لاموس او رغوه الكابوتشينو. غادي نحيدها كامله نعملها في هذا الاناء هذا. انا درت معكم فيديو بالعرض البطيء، يعني ما درتش معكم بواحد السرعه ولا شي حاجه، غير باش تاخذوا الفكره مزيانه. صاي وغادي نقفلوا عليه. وبالنسبه اللي باغي يعملها يعملها، وما عندوش الوقت يعني يكملوا هذه الكميه كامله في المبرد، يعني يكملها في سيمانه، لان هذه الكميه هذه الا بغينا نعملوها غير في المبرد ممكن لها تقعد لينا سيمانه ما كيوقع لها حتى شي حاجه. هذا الا بلعتوها بشي سديتو عليها باحكام مزيان ما غادي يوقع لها والو سيمانه. اما الا بغينا كنا ما غاديش نكملوها في سيمانه، ممكن نعملوها في واحد الاناء ديال البلاستيك ونديروها داخل المجمد، راها ما كتجمدش بواحد ما كتجمدش يعني قاصحه، كتكون غير بحال لي غلاصون، تماما بحالها بحال لي غلاصون. وغادي نعملوها مهم غير يكون هكذا، يكون السيليكون في هكذا في الاناء، وغادي نبقاو نجبدوها وفوقاش ما بغينا نجبدو منها جوج معالق ولا ملعقه. المهم كنقدموها بحال هكا للضيوف ديالنا، كنقدموها هكا مع واحد الفنجان والحليب الساخن، كتقدم بدون سكر بلا ما غادي نحطوا لا بودره الكافي ولا حتى شي حاجه. وغادي ندوزو للتجربه، التجربه ديال الكابوتشينو ديالنا. غادي نعمل جوج معالق صغار عامرين ولا ملعقه كبيره، المهم اللي بغيتو. انا غادي نعبر واحد جوج معالق صغارين كملاحظة لهذا الفيديو هذا. هنا عندي الحليب ساخن، سمحوا لي عندي الحليب ساخن، غادي ضروري ما يكون الحليب ساخن بزاف، وغادي نخويه عليها هكذا. الا كانت في المجمد اللاموس ديالنا ولا ديك الرغوه ديال الكابوتشينو كنجبدوها بواحد نصف ساعه قبل باش ما تكونش بارده بزاف. وغادي فاش نجيو نحطوا عليها الحليب غادي تكون هكذا كيف ما عملناها في الاول. وبالنسبه للملاحظه اللي قلت لكم، راه ما يمكنش تعمل هاد لاموس بدون سكر، الا عملناها بدون سكر راه غادي ما غاديش تجي عاقده ولا تجي واقفه كيف بحالها بحال كريم شونتي ولا بودره لا شونتي، غادي تجي شويه سائله وغادي غير تقعد واحد الوقت على برا ديال الثلاجه وغادي تذوب، ما غاديش تبقى في هذا القوام هذا، هادي تبقى هكذا الوقت اللي بغينا وشحال ما حبينا ديال النهارات. من بعد ما خلطت غادي نوريكم القوام ديالها، راكم كتشوفوا باللي كنطلع من التحت للفوق ثقيل وزوين وحسن بالماكينه، الماكينه كترضى غير شي شويه ديال الرغوه من الفوق ماشي بزاف، والذوق ديالها احسن من ديال الماكينه. انا غادي نقدمها هكا شويه بالكاكاو المر، غير واحد شويه، ممكن لكم تعملوا الشوكولات الخاص بالحليب ديال الدراري كيعطي لها واحد الجماليه من الفوق. نتمنى تعجبكم الوصفه، وكنقول لي اول مره يشوف القناه ديالي بارطاجي مع اهله واصدقائه، وما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم وبالكومونتيرات ديالكم الزوينه اللي كتفرحني. وغادي نقول لكم بلي بصحتكم وراحتكم هاد الوصفه زوينه بزاف وتستاهل التجربه، وبارطاجيو الفيديو ديالي مع اهلكم واصدقائكم الى ممكن.
باش تدعموا القناة ديالي وتزيد تكبر، وأنا دائما معكم في الجديد. غادي نقول لكم بالصحة والراحة مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله.